أمرنا مترفيها أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلاً فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلهنا آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما صدق الله العظيم يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل على محمد وعلى ساداتنا آله وصحبه الكرام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل على محمد وعلى سادتنا آله وصحبه الكرام استغفر الله.
الله من قولي بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقدي أمرتك الخير لكن ما تمرت به وما استقلت فما قولي لك استقمي لا يصال وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل على محمد وعلى سادتنا أمين وصحبه الكرام ولا تزودت قبل الموت نافلة ولا أصلي سوى فرض ولا أصلي ضمعت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدمه الضر من ورمين لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل على محمد وعلى سادتنا أمين وصحبه الكرام محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم نبينا الأمير الذي فلا أحد أبار في قلنا منه ولا نعم لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل على محمد وعلى سادتنا أمين وصحبه الكرام والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هاون من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منخفض لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل على محمد وعلى سادتنا آله وصحبه الكرام محمد أشرف الأعراب وأنا أجمي محمد خير من يمشي على قدمي محمد باسط معروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم لا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل على محمد وعلى سادتنا آله وصحبه الكرام ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب اللحد والكفن إن
الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن. سفري بعيد وزادي لن يبلغني، وقوتي ضعفت والموت يطلبني، ولبقايا ذنوب لست أعلمها. الله يعلمها في السر والعلني. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صلي على محمد وعلى سادتنا آله وصحبه الكرام. ما أحلم الله عني حيث أمهلني، وقد تماديت في ذنبي ويسترني. تمر ساعة أيامي بلا ندم ولا بكاء ولا خوف ولا حزن. أنا الذي أغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صلي على محمد وعلى سادتنا هدي وصحبه الكرام. كأنني بين تلك الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني، وقد أتوا بطبيب كي يعالجني، ولم أرى طب هذا اليوم ينفعني. واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوني. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صلي على محمد وعلى ساداتنا أهله وصحبه الكرام. واستخرج الروح مني في تغرغرها، وصار ريقي مريرا حين غرغرني، وغمضوني وراح الكل وانصرفوا بعد الإياس، وجدوا في شرى الكفن. وقام من كان حب الناس في عجل نحو المغاسين يأتيني يغاس.
سلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل على محمد وعلى ساداتنا وقال يا قوم نبغي غاسلا حاذقا حرا أريبا لبيبا عارفا فاطني فجاءني رجل منهم فجردني ثيابي وأعراني وأفردني وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا ونادى القوم بالكفن مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل على محمد وعلى ساداتنا آله وصحبه الكرام صار زادي حنوطي حين حنطني وحملوني على الأكتاف أربعة من الرجال وخلفي من يشايعني وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجودا لعل الله يرحمني وأنزلوني إلى قبري على مهل وقدموا واحدا منهم يلاحظني مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل على محمد وعلى ساداتنا آله وصحبه الكرام الحمد كما أمر والشكر لينحصر على القضاء والقدر إلهي نسعى ورضاك لا حمدك حمدا يبقى بعد فناء الخلق على ما قد سبق وجرى به قضاك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لنا نسعى ورضاك بل إذا قلت يا مولاي يا
يا واحدا ليس له ثان. أعصيك تسترني، أعصيك تسترني أنسى، فكيف أنسى، فكيف أنسى يا من، يا من لست تنسى. الحمد كما أمر والشكر لينحصر على القضاء والقدر، إلهي نسعى ونضر، نا حمدك حمدا يبقى بعد فناء الخلق على ما قد سبق وجرى به قضاك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لولا نسعى ونضر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لولا نسعى ونضر. صلاة ثم التسليم والرحمة مزكى التعظيم على النبي الكريم أفضل ممن نجا بجاه غساء الليل، إله لترحمنا في فضلك طامعنا، أغثنا يوم لقاك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، مولانا نسعى ورضاك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، مولانا نسعى ورضاك. إلهي عبدك أتاك بالذل طلب رضاك، لمن يرحمه سواك فاقبله بما أتاك. إلهي لا تطردنا ببابك وقفنا، اغفر لنا وارحمنا بفضلك سألناك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، مولانا نسعى ورضاك. بالذل والانكسار والعجز والافتقار والضعف والاحتقار، ما له ملجأ سواك، لولا فضلك ما رجا مع وجود الحجة، أنت إليه ملجأ فيما هنا وهناك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، مولانا نسعى ورضاك. ثبته عند الحجة بكلمة النجا، ثبته عند الحجا بكلمة النجا، واجعل له فرجا إلهي، وإن عصاك هون عليه القضاء، واغفر له ما مضى حتى يضحى مرتضى بفضلك ورضاك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، مولانا نسعى ورضاك. في الحشر وفي النشر وفي ظلم القبر علمنا ما لا ندري، علمه ما لا يدري حتى لا يجد سواك، ثبته عند السؤال بالحل وبالمرء.
قال حتى لا يقع خلل في توحيده إياك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، مولانا نسأل رضاك. برحمتك ارحمنا وبحفظك احفظنا، فيا بشرى لا حزنا فضلك معارضك، حيث كنا مسلمين وبالوحدة عارفين بسيد المرسلين، ثبتنا عند لقاك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، مولانا نسأل رضاك. قلوبنا خجلة من عليك وجلة، رحمتك كافلة غاب الكل في منك، عقولنا ذاهلة أجسامنا عاطلة، نفوسنا ذابلة خاضعة لقضاك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، مولانا نسأل رضاك. بمحمد ارحمنا، إلهي لا تحرمنا، بالحسنى وعدتنا والنظر إلى بهاك، بالحسنى والزيادة عن لسان أحمد، آتنا كفوردا فيك لا تسألناك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، مولانا نسأل رضاك. برسولك الأعظم بنبيك الأفخم، بحبيبك ترحم، بجاهه قاصدنا صلاة وتسليما، على النبي دائما سلاما معمما، يشملنا ومن دعاك. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، مولانا نسأل رضاك. مولانا نسأل رضاك، وعلى بابك واقفين، لا من يرحمه سواك يا أرحم الراحمين. مولانا نسأل رضاك، وعلى بابك واقفين، لا من يرحمه سواك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، شافعنا رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للمتقين مفازا، إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا، وكواعب أترابا جزاء من ربك عطاء حسابا، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن.
السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون
تعملون إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب اغفر ذنوبنا، يا رب استر عيوبنا، يا حبيبي يا ربي اللي جمعتنا في هذه الليلة المباركة على طاعتك، اجمعنا يوم القيامة هكذا مع النبي في جنتك. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم يا رب ارحم آباءنا وأجدادنا وارحم أسلافنا وارحم سائر أموات المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم اقض حوائج المحتاجين، اللهم أصلح أولادنا وأصلح بناتنا وأصلح نساءنا وأصلح جميع المسلمين. اللهم أغثنا غيثا نافعا، اللهم لا تمنع عنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نسألك ماء زلالا من السماء تحيي به الأرض وتنبت به الزرع وتدر به الضرع. نسأل الله تعالى أن يرحم آباءنا وأجدادنا، لا يعذب شي واحد من أمة حبيب رسول الله. اللهم لا تميت مسلما حتى تتوب عليه. اللهم اشف مرضى المسلمين، فرج كرب المكروبين، اقض حوائج المحتاجين، انصر الإسلام والمسلمين، انصر إخوتنا في كل مكان يا خير الناصرين. الصديق تعالى الحاج محمد، اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد في الدنيا أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وكان يشهد أن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان غير ذلك فتجاوز عنه. اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقيه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد. اللهم أكرم نزوله، اللهم وسع مدخله، اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. اللهم إنه خلف الدنيا الفانية وراء ظهره وافتقر إلى ما عندك من واسع فضلك ورحمتك، فاستقبله بمحض عفوك وكرمك وأنت ضاحك إليه وراض عنه. اللهم يا رب نور قبره واجعل قبره روضة من رياض الجنة. اللهم افرش له من فراش الجنة وألبسه من خلعة الجنة وافتح له من باب الجنة ما يأتيه منها بريحه الطيب. اللهم إنا نسألك يا أكرم الأكرمين أن ترفع درجته في المهديين وأن تحشره مع المرضيين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. لوليدات نتاع السي عمار والسي ميمون
والأحفاد نتاعو، نسأل الله والزوجة ديالو، نسأل الله تعالى سبحانه أن يرزقهم الصبر والسلوان، اللهم أجرهم في مصابهم واخلفهم خيرا من ذلك. نسأل الله تعالى أن يعطيهم ما وعدهم رسول الله، بيتا في الجنة اسمه بيت الحمد، فاجعلهم الله من الحمادين في السراء والضراء يا رب العالمين. احنا الله يثبتنا والله يروحنا على خير، وصل الله على حبيبنا محمد والحمد لله رب العالمين. اسمع الساعة عمر غير اللي جيت تلبي لك وصافي ما حتى احنا رحنا والله ما باغي كاين شي واحد يدير شي كلمه، راه حنا كاع مرولين. لا اله الا الله. اولا ان شاء الله تعالى الحاج سي محمد لي معه باذن الله تبارك وتعالى كلمه في سنه 2000 كان الناس وقبلها يطلبون مني أن أغادر البلد في اتجاه أوروبا للقيام بالدعوة في المساجد في التسعينات كلها، ولكنني كنت أرفض رفضا شديدا لأنني عاهدت الله ألا أخرج إلى أي بلد خارج أرضي حتى تكون الوجهة الأولى هي مكة بيت الله الحرام، فإن وفقني الله تعالى وخرجت إلى مكة بعدها ذلك أستطيع أن أخرج إلى أي أرض شئت. فكانت تأتيني الطلبات والاستعطافات فأرفض بشدة، لأنني أعلم أن أعظم خروج يخرجه الأرض من أرضه إنما يخرج إلى ذلك البيت العتيق الذي يأتيه الناس من كل حدب وصوب، الذي تأتيه الأفئدة تحترق شوقا لكي تلتصق وتنسق صدرها بالملتزم، لكي تعرب للمولى أنها إنما تعيش لعبادته، فهي تريد أن تقترب من بيته البيت العتيق وتطوف عند بابه لكي تسأل الله تعالى وتقول: أنا عبدك الضعيف، جئتك من بلاد بعيدة إلى بلدك العتيق، فها أنت حملتني على أسباب ما فكرت فيها حتى أوصلتني إليها، فاللهم كما يسرت لي أسباب الخروج من الأرض لكي آتي أول ما آتي إلى بيتك العتيق، فاعتق رقبتي من النار ورقبة من وصاني واستوصاني ورقبة والدي ورقبة كل من مات على التوحيد يقر لك بالتوحيد ولنبيك بالرسالة. وشاءت الأقدار والناس يعيبون علي ويقولون: لا تخرج الدعوة، متى تخرج إلى الحج؟ الحج يحتاج إلى مال، وأنت مزوج وعندك الوليدات والمنطق ليلة، كيف غادي دير تمشي؟ قلت لهم: لقد وعدت رب. وفي سنة 2001 وبينما أنا راجع للبيت إذا بهاتف يهاتفني ويقول: ألك في زيارة بيت الله الحرام لتأدية مناسك الحج وأنا ليس لي مال؟ كانت عندي دراجة هوائية وكانت في بإذن الله تعالى ديون، لأنني تعبت من أجل بناء بيت خاص، فقلت: سبحان الله، يعني أذهب إلى الحج كين دي الحج الله تعالى؟ قال: المهم ما تذهب إلى الحج؟ قلت: أستخير ربي، لأن ثمة أوضاع في البيت لا يمكن أن أتركها هملا، فلا بد أن أستشير وأستخير، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خاب من استخار، وما ندم من استشار، وما عال من اقتصد. أنا قال أحكي لكم ذلك الخريفات يا كسر ويصبروا معنا. بعدها إن شاء الله وصلت إلى البيت، لكن لم يمهلني صاحب الهاتف فيقول: الطلبات كثيرة، إما أن تجيبنا وإما أن هنالك الكثير من هم على العتبة يريدون أن يحظوا بشرف أن يذهبوا. يا زيد عندنا غير زوج بلايص، أنت الأول عرضنا عليه. فقلت: توكلوا على الله. فجمعنا أمورنا وخرجنا إلى بيت الله، وكان أول خروج إلى بيت الله بحيث لم نخمن فيه ولم ندبر أمره، ولكن تدبير القدر فوق تقدير البشر. الله تعالى حينما يريد
شو تبقاش انت ان شاء الله تقول شي حاجه ولا راه ما كاينش شي حاجه في الكون الا بامر الله سيدي، ما كاين حتى شي حاجه. وكان حجا مباركا بحيث ذهبت ان شاء الله تعالى مع الحجاج وانا مؤطر ديني، واطرهم وادرسهم واعلمهم المناسك، واقوم ان شاء الله بقيادتهم لتأدية جميع المناسك في أوقاتها وبالطريقة الشرعية، والحمد لله. 2002 موراها مباشرة جاءني طلب سميمون بإذن الله ابن سي محمد، عمي سي محمد اللي خص عمر، فقال الآن علمنا أنك قد حججت وكنت تتعذر دائما وترفض المجيء إلى أوروبا للدعوة بدعوى أنك إنما تريد أن يكون أول خروج لك نحو مكة. ها هو يتحقق تقول هل في تليفون معه؟ نقول لا سيدي واقع إن شاء الله، بسم الله توكلوا على الله. فكانت أول خرجتي إلى ألمانيا، وكان أول من خرجت معه هو الحاج رحمه. أول سفر دعوي، أول سفر أخرج به من بلدي، من هنا من هذا البيت إلى هناك المطار مع هذا الحاج. هذا الحاج الطيب المبارك المبتسم. فإنني إن كنت أنسى لن أنسى هذا. ثم ركبت أنا وهو في الطائرة، أنا جاي على مسكين أعطاني ذيك الجهة ديال الزاج وهو الناس الأخرى. فذهبنا من مدينة وجدة إلى مدينة الدار البيضاء، والطائرة تكاد تقلع، قالها زوج نتاع الناس وهم يستناو ويديروا في النداء زوج نتاع الناس زوج نتاع الناس، وحنا بغينا نديروا التور، وهذاك التور اللي كنا غادي نديروه نتاع واحد الفولخر أخصى. فلما رأونا احنا زوج قال لك واش نتوما هما اللي غادي تمشيو لا 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 لفرانكفورت؟ نعم نعم، اجري واجري واجري اجري اجري. فكنا اخر من يركب الطائره، ثم طارت في اتجاه فرانكفورت. فلما نزلنا هناك هو الذي قام بالحديث نيابه عني مع اولئك الموظفين. هذا اول مره يخرج وجاءت به جمعية للدعوة إلى الله، والجمعية هي جمعيتنا وكذا. ثم سرنا. هذا الرجل ما يميزه حينما تسافر معه أو حينما تجالسه أو حينما تتحدث إليه، لا ترى إلا دماثة الخلق والابتسامة والسخاء والكرم. فإن كان لك علي من حق يا سيد الحاج فحقك علي عظيم، فإنني فقدت أخا لي في الله وحبيبا لي في الله، اجتمعنا على الله وعلى محبة الله وعلى محبة رسول الله. فأسأل الله إن كان لي من دعاء في هذه الليلة وقد رحل أخي وحبيب من أحبابي في الله إليك، أسألك ربي يا مولانا يا سيدنا أن تبيح له واسع الجنات، وأن تحشره مع سيد الكائنات في واسع الجنات يا رب الأرض والسماوات. وصلى الله على حبيبنا محمد سيد الأولين والآخرين. هذه الأولى إن شاء الله تعالى، هذا حق علينا الحاج مسكين الله يرحمه ويوسع عليه. المسألة الثانية إن شاء الله تعالى، إن الإنسان يستوحش كلما صار يفتقد في طريقه إلى الله الكثير من الأحباب. ويأتي زمان على عبد كان يطوف الناس من حوله ويأتيه الخلق الكثير ليروه، فيمتد بك العمر حتى لكأنك لا تجد أحدا يرقبك من بعيد ولا من قريب، فقل الناس. فالطريق الآن أصبح فيها الماشي قليل ومنفرد، فأنت تستشعر الغربة
كلما فقدت أمثال هؤلاء الذين كانوا عونا لك على ثباتك في الدين، وعونا لك على تذكيرك بالله، وعونا لك على الدعوة إلى الله، وعون لك على أن تسير في طريق الله، فإن من عباد الله ما إن رأيتهم إلا ذكروك بالله، فخير الخلق الذين إذا رؤوا ذكر الله. أين هؤلاء؟ خيركم الذي تذكركم بالله رؤيته، ويزهدكم في الدنيا منطقه، ويرغبكم في الآخرة عمله. هؤلاء أصبحوا أقلة، إنك حينما تلقى الناس لا تجد إلا من يذكرك بأمور الدنيا، والدنيا قصيرة، يعظمونها في عينك. وما كان أبدا لأصحاب القلوب النقية أن يعطوا للدنيا أكثر من حقيقتها، فهي بلغة وهي قنطرة، والقنطرة تعبر لا تعمر، عبروها لا تعمروها. إذا مات المؤمن، إذا لقي الله المؤمن، فإن الأرض تبكيه والسماء تبكيه، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا إذا منظرين. تبكيه الأرض لتلك الأماكن التي كانت تشهد تفرب وجهه ساجدا لله، كل مكان سجد فيه ويفقده ولم يعد يسجد فيه الله، ويشكو غربته. حتى الأرض التي كان فيها يسجد تشكو إلى الله الغربة، تبكيه. والشجر الذي كان تحته يذكر الله يبكيه، والأرض التي كان يصلحها تبكيه. فإنما تبكيه الأرض لكثرة ما كان يقترف من الحسنى والصالحات على ظهرها، فإذا مات بكته الأرض. أما بكاء السماء فحينما كان حيا يصلح على الأرض كان هنالك بابا مفتوحا إلى السماء يصعد منه عمله الصالح، فإذا مات غلق ذلك الباب الذي كان يرتفع منه العمل الصالح. والعمل الصالح يرفعه، أي كلما عمل العبد عملا صالحا مخلصا إلا رفعه الله. فإذا كان الله يرفع من عبد قيام الليل وذكر الله والعمل الصالح ثم مباشرة توفي، فقد أغلق بابا إلى السماء كانت ترتفع من خلاله الأعمال الصالحة، فتبكيه السماء. والسماء تبكيه مرتين، تبكيه حينما يغلق الباب الذي كان به يصعد عمله الصالح لأنه توقف بموته، وتبكيه السماء حينما كان يصلح في الأرض حيا كان بابا من السماء ينزل الله من خلاله الرزق إليه، فأغلق باب ينزل إليه من الرزق الذي قدره الله لعبد صالح كان يرفع الله له الأعمال الصالحة في السماء، فتبكيه السماء مرتين صعودا لتلك الأعمال التي فقدت ولم تعد تصعد إلى الله من الأعمال الصالحة، ونزولا ذلك الرزق الذي كان يذهب إلى عبد صالح يكون في يده ينفقه ويسلط على هلكته في الخير. الله أكبر، الله أكبر. فإذا كان ذلك كذلك فنحن كلنا إلى الله سائرون، وكلنا إلى الله مسافرون. ما تسمع كان السفر مكة درناه، السفر أوروبا درناه، أمريكان درناه، وباقي لك السفر اللي الدمار، باقي غير سفر واحد هو هذا السفر الذي لا رجعة بعده. ولذلك احنا علمنا القرآن أننا كلما ركبنا دابة نريد أن نسافر ولو سفرا قصيرا لابد أن نربط سفر الدنيا بسفر الآخرة، فلا تنسينا أبدا أسفار الدنيا بأسفار الآخرة. فقد قال الله تعالى، يقول الله تبارك وتعالى حينما يريد الإنسان يركب دابته الطائرة ليسافر: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. إذن فهذا سخره الله تعالى وسيلة
لنطوي بها المسافات ونسافر في الأرض، وهذا من منة الله علينا، ولكن تربط ذلك بالانقلاب إلى الله في السفر الحقيقي. الله، وعلى هذا السفر غادي نتكلموا إن شاء الله. أي واحد شي دقائق وصافي إن شاء الله تعالى إذا نتكلموا على هذا السفر، كيدير هذا السفر إن شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي ذر يحدث عن هذا السفر فقال: يا أبا ذر احكم السفينة فإن البحر عميق، وأكثر الزاد فإن السفر طويل، وخفف الحمل فإن العقبة كؤود، وأخلص العمل فإن الناقد بصير. هادشي بكري كنت ندير هاد الدرس في الأمة في رمضان تاع بكري في التسعينات كنت درت فيه شي ست سنين. هذا الحديث: يا أبا ذر احكم السفينة فإن البحر زيد عميق، وأكثر الزاد فإن السفر طويل، وخفف الحمل فإن العقبة كؤود، وأخلص العمل فإن الناقد بصير. الله، هذه كلام غير لينا ولينا وصافي اللي راحنا في الدنيا وصافي. هذا الكلام اللي كنقول للراس نبداو بالاول ان شاء الله. هذا 4 تاع الوصايا كديرت هي روحك لهذا السفر. قال له: يا أبا ذر احكم السفينة فإن البحر عميق. إذا أنت إذا كنت تريد أن تسافر عبر البحر، كيف يمكن لك أن تنجو إن شاء الله من الأمواج العاتية إلا إذا كانت السفينة زيد محكمة الصلب؟ أنت ما غاديش تمشي تسافر في الزودياك كيما راهم يديروا وياكلهم الحوت. أقول شو كيفاش أخبار المغاربة المساكين الذين يرون في الغرب الجنة الموعودة، فترى الرجل والكبير والصغير والمرأة حتى الطفل الصغير يغامر بحياته، يغامر بروحه من أجل مصلحة متوهمة لا يعلم ما إذا كانت محققة أم لا، لكن المحقق هو المغامرة بالروح. ولا يجوز لك أن تغامر بنفسك من أجل المال، فنفسك أعز من المال في سلم الأولويات، فالدين أولا والنفس ثانيا والعقل ثالثا والعرض رابعا والمال خامسا. المال هو التالي في المقاصد تاع الدين ديالنا. لا إله إلا الله. فإن كنت ولا بد أن تسافر في البحر فعليك أن تختار الوسيلة التي ترى أنها بإذن الله على حسب الأسباب التي يعتبرها الناس قادرة على أن تنجيك، والناجي هو الله، ولكن قادرة على الأقل أن تصمد لأمواج البحر. فلا ينبغي أن تركب والعياذ بالله في سفينة المهلهلة لمجرد أن تدخل إلى الماء إذا بألواحها تتشتت، وإذا بنفسك تجد نفسك غذاء للقرش. يا كوراكو شتو على العدد نتاع القروش جاو منا من حلهم صبرهم الصبابط ديال المسلمين. شتو شحال من ولادنا اللي كلاهم ان شاء الله. واس لا حول ولا قوة الا بالله. وتعرفوا هاد الجهة ديال تويست ما كنجيو لها كلشي، راهم يحجروا من عن طريق الجزائر. لا حول ولا قوة، المئات المئات، هذا غير 21 ومرة شحال مات واحد من هنا مجدع، ماتوا النساء وماتوا الرجال وماتوا كلشي. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك إن شاء الله تبارك وتعالى فأنت تسافر إلى ربك عبر البحر. علاش عبر البحر؟ علاش زعما ما نتمشاو إن شاء الله مسافرين عند سيدي ربي وحنا نتمشاو في البر؟ علاش؟ عليك مباشرة البحر. قولوا لي علاش؟ لماذا النبي يقول لأبي ذر أنت مسافر إلى الله عبر البحر وليس عبر البر؟ قولوا لي علاش؟ قولوا لي علاش؟ قولوا لا نحب نقول. أولا
لأن الدنيا كالماء المالح، كلما ازددت منها شربا ازددت منها عطشا. الدنيا بحال ما زيد زيد شرب زيد عطش زيد عطش، هذه الأولى. ثانيا أنك في البحر، البحر واسمه ما شاء الله، واسمه البحر واسمه هو الدنيا، والدنيا واسمه فيها مالحة، إذا لا شربت منها بزاف زيد عطش زيد. وفيها الأمواج، الأمواج واسمه ما الأمواج تاع البحر، يقولوا لي واش الأمواج، الأمواج واسمه ما شاء الله اسمه ما هم العقبات التي تحول بينك وبين السفر الآمن. واسمه ما الأمواج، اسمه الأمواج. يقول لك النفس، الشيطان، الشبهات، الشهوات، المخدرات، المسكرات، صاحب الفاسد، شياطين الإنس والجن. أو ربي ربي وش حاله يا ربي ربي ربي، تسلك من هذا يديك هذا، تسلك من هذا يديك، تسلك من هذا الموجة تجيك الموجة، تسلك من هذا الموجة تجيك الموجة. فأنت في الدنيا زيد في امتحان عسير. قال عليه الصلاة والسلام في حديث المؤمن بين خمس شدائد: نفس تنازعه الموجة الكبيرة الداخل، وشيطان يضله، ومؤمن يحسده، ومنافق يبغضه، وكافر يقاتله، وهكذا. إذن الشديد دعوة بزاف، حتى أن الملائكة قال لك حينما يموت المسلم على الإسلام تتعجب وتقول يا ويحه كيف نجا لكثرة الهالكين. فالملائكة لا تتعجب من كثرة الهالكين، لأن هذه القاعدة. أما الاستثناء هو حينما يموت العبد في زمن الفتن ومع ذلك يموت على التوحيد، فتقول يا ويحة كيف نجا، كيف ثبته الله، كيف كيف كيف. ولذلك الشيء لك أن يخافوا بزاف، كان يخافوا بزاف المسألة هذه إن شاء الله تبارك. لا إله إلا الله محمد رسول الله، وخاصة في تأخير الزمان، تأخير الزمان تكثر الفتن بزاف، الأمواج بزاف. يراد لهذا البشر أن يقطع صلته بالله مرة واحدة، فيتعاونون على تحقيق ذلك الهدف باش بالتعليم والتربية والإعلام وكل شيء، كل شيء في الداخل وفي الخارج. هنالك حرب شعواء تستهدف تدين المسلمين. هذا بلا ما نعاودوا نهضروا عليه، راكم تشوفوا اسمه كاين إن شاء الله تعالى. إذا الأمواج كبيرة، إذا كانت حل الأمواج كيفاش تكون هذه السفينة اللي تركبها؟ تكون صحيحة، حكم السفينة اللي تصبر على الأمواج. واسمه هي السفينة هنا؟ إلا عرفتوا باللي الدنيا هي البحر والأمواج هي البلايا زين، وانت يا راك مسافر ربي ايوا فاش في سفينة، في سفينة. واسمه هي ذيك السفينة التي يمكن أن تمخر عباب البحر وتستطيع أن تنجو من كل هذه الأمواج العاتية وتصل إلى الشاطئ ناجية بأهلها وركابها. واسمه هي السفينة الورش. يقولون الورش إن شاء الله العمل الصالح زيد أخويا وإسلامك هو إسلامك هو إيمانك هو عملك الصالح. الله، إذا أردت أن تنجو في سفرك إلى الله فقوي إيمانك بالله، لأن اللي عنده الإيمان ضعيف أول فتنة يخسر. يقول سيدنا ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ألا ذلك هو الخسران المبين. لا إله إلا الله. شوف امتحان غير صغير، غير صغير امتحان، كاين اللي الامتحان ما قدرش حتى ينوض لتأدية صلاة الصبح في المسجد، البرودة البرودة البرودة، إيمانه لم يستطع أن يزيح عنه الرداء لتأدية صلاة الصبح، هذا إيمانه ضعيف. أما لو كان زين الحوايج الأخرين لمن في الفلوس لمن خلي غير هنايا. لذلك ترى الساقطين في الطريق كثيرا
كيبانوا لك بحال دوك اللي مساكين راكبين على من على من راكبين غاديين يسافروا على البحر على على من على ريشة ديال النعام فين وصلوا هادو تخيل انت غادي يمشي يسافر بعد عشرة وجايبين واحد الريشة انت فركوا غادي غادي يسافروا فين اوروبا على من غادي يسافروا على الريشة هذا راه كيضحك على راه هذا راه ينتحر فالإنسان ينبغي زين أن يقوي إيمانه فإن ضعف الإيمان لا يمكنك من الثبات ولو قليلا فإن مجرد أي فتنة مهما صغرت يمكن أن تستزل قلب العبد الضعيف إذا كان قلب العبد ضعيفا وصلته بالله قليلا فإن أول فتنة وأول اختبار مهما صغر تراه يفشل ولذلك كتسمعوا العدد نتاع الناس مساكين يتساقطوا يوقعوا ايمان غتقول لي باش انت راك عارف صلاتك وذكر الله وبر الوالدين اي كل الاعمال الصالحه التي امرت ان تقدمها وتؤديها وجوبا فعلتها وكل المنكرات الكبيره التي امرت ان تتركها تركها فقد قال عليه الصلاه والسلام ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأنتوا منه ما استطعت هذه القاعدة هذه الأولى بلا ما نطولوا فيها إن شاء الله قوة إيمانك إذا ما كانش الإيمان ما غاديش يكون العمل الصالح ولكن العمل الصالح بلا إيمان بحال اللي راك تحرض على البور ما راكش حرض على شي حاجة صحيحة الثانية قال لك وأكثر الزاد فإن السفر طويل فالسفر إلى الله طويل والسفر الطويل يحتاج إلى ماذا؟ إلى زاد وجدت بسفر 20 يوم والدليل مثلا المؤونة بتاع 3 أيام يوصل 17 يوم كي غادي دير؟ كان الناس إذا أرادوا أن يخترقوا البحر عبر تلك السفن قديما كان أول ما يفكرون فيه المؤونة يقولوا المؤونة دي شحال؟ احنا نديروا عام نديروا المؤونة تاع 5 سنين 4 سنين زيادة ربما توقع لنا شي حاجة لأن هذه الطريق طويلة احنا ما رحناش عارفين باللي طلطو ولا غادي تمشي ديرك كاع ما طريقش ربما تصير لنا شي حاجة نحتسب أن هنالك أيام سنضيعها وستتوقف فيه مسيرة السفر فنحتسب أن ذلك التوقف نعطيه له واحد القدر وهذاك القدر نعوضه باش بمؤونة حتى نتمكن من الثبات إلا بقينا في البحر بلا مؤونة كيف غادي ندير شوف ولذلك أكثر من الزاد فإن السفر طويل أنت غدا يوم القيامة إذا وصلت شحال خصك تاع الزاد أخويا شحال خصك الله أكبر شحال خصك تاع الزاد أيها أيها خصك الحسنات كالجبال بل إن هنالك من يأخذ الحسنات كالجبال فإذا رأى الحسنات كالجبال مباشرة يحولها الله إلى هباء منثورا فيقول كيفاش كيفاش قال هؤلاء الذين كانوا شوف يصلون كما تصلون كانوا يصلون ويصومون كما تصومون ويتصدقون كما تتصدقون زدوا الرابعة ويأخذون من الليل كما تأخذون كانوا يقوموا حتى الليل لكنهم كانوا إذا خلوا بربهم بارزوه بالمعاصي يخادعون الله وهو خادعهم حتى إذا رأوا تلك الحسنات كالجبال التي أعطوها من قبل الله نظير أعمالهم الصالحة حتى أيقنوا أنهم لحقوا بربهم مع أجر عظيم سيد ربي يحوله علاش قال لأنك كنت تخادع ربك كنت تعمل الصالحات حينما يراك الناس لكن إذا بارزت أو خلوت بربك هناك عياذا بالله تجرأت على معصية الله ديك الوقيته تفتح هذا المصيبه نتاع الانترنت تبقى تشوف العوارات وكذا والمصاعب وانت كتصلي في الناس لا اله الا الله ارفع اكثر الزاد علاش لان هنالك الاعمال الصالحه عندها واحد المجموعه نتاع الخصائص الخاصيه الاولى واسمها انك لا تعرف ما اذا قبلت ام لم تقبل ربما تحبط هذه الاولى ولا تقبلت ثانية زين
لابد أن تعرف ما إذا كنت ممن تثبت أعمالهم الصالحة أم يجعلها الله هباء منثورا كذلك الذي كان يعمل العمل والناس ينظرون فإذا خلى بربه بارز بالمعاصي فيصبح ركاما. ثالثة راكب سبتها وركبت خدام مزيان والرابعة واسمه هل تكفيك هذه الأعمال الصالحة لكي تنجو بين يدي الله حينما يخرج لك أيضا سجل السيئات أصحاب الحقوق ورب رب 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 ولذلك تشوف الثالثة مباشرة ماشي غير أكثر الزاد ماشي غير حكم السفينة السفينة تكون مخدومة مزيان إسلام وإيمان والزاد يكون مزيان الصلاة بزاف وذكر الله بزاف والصيام بزاف وصلة الرحم بزاف كاع الأعمال الصالحة ولكن الثالثة المهمة وخفف الحمل فإن العقبة كؤود العقبة فقيها العقبة إن شاء الله كؤود صعبة جدا جدا تخيل أنت يا طالع مع الجبل ورافض رافض قنطار تقدر ولا ما تقدر ما تقدرش صح كلما كنت خفيف الحمل وأنت تصعد الجبل كلما كان ذلك يساعدك على تجشم عناء صعود الجبل أما إذا أثقالك ما تحمله على ظهرك وزاد الوزن الذي تحمله وأنت صاعد أعلى الجبل فإن هذا الثقل سيهدك ولا تستطيع أن تدرك غايتك يا أخويا هذه هي الثالثة وسوية خفف الحمل ما خفف الحمل خفف ظهرك بالذنوب الوحش بن عمي الذنوب يا عمي بن عمي يا عمي الذنب الأول واسمه اللي يربش كل شيء هو الشرك بالله إذا كان الإنسان يشرك بالله ما يقدرش يطلع صافي وشا لا حول ولا قوة إلا بالله يدعو غير الله يتحاكم إلى غير شريعة الله مصيبة 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 زيد مرة مسخوط الوالدين بابا بابا وخدر لدي مسخوط الوالدين العقل لا يدخل الجنة لا يصل بسلام إلى ما يريد قاطع الرحم لا يدخل الجنة قطع أخته قطع أمته قطع خالته ولطيفة لطيفة 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 يأكل الرشوة ملعون يأكل الربا اللعن يدير السحور ألطيف 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 ولذلك المهم كاع المهم واش هو هذا الحقوق نتاع الناس أخفف الظهر ديالك بالحقوق نتاع الناس الواحد آخر ظهر شرك خفف الحمل من حقوق الناس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه الإمام مسلم كل شيء تحفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع قال لا المفلس من أمتي من جاء يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة وحج لكن ظلم هذا وسفك دم هذا وغش هذا وغدر بهذا واغتاب هذا ونم هذا فيأتي الغرماء يوم القيامة فيأخذ كل من حسناته على قدر مظلمته حتى إذا انتهت حسناته فنت فنية حسناته فنت الحسنات تاعه الله أكبر فنيت حسنات وبقي الغرماء قال عليه الصلاة والسلام فطرحت عليه سيئاتهم فطرح في النار هو مسكين كاع السفر اللي دار كانت السفينة مزيانة وكثر سيدي الزاد ولكن ما خلى حتى واحد إلا وظلمه بنوع من الظلم ويوم القيامة الحقوق اللي بينك وبين الناس لا بد أن يؤديها الإنسان هناك حيث لا درهم ولا متاع ولكنه الحسنات والسيئات شوف أخويا شوف أنتم ما تقرأوا سورة الحجرات سيد ربي سبحانه عز وجل يتكلم على واحد مجموعة تاع هذه الحقوق سيد ربي يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب الرحيم أفضل الأعمال عند الله هي حسن الظن بالله وحسن الظن بالمسلمين ما عمرو تسيء الظن بالمسلم إذا كنت تسيء الظن واسمه غادي يوقع واسمه غادي يوقع التجسس واش عيب الله تجسس على المسلم
واش تسس على خوك ولا على اختك وتقول انا مثلا نحضي هذاك فلان واسمه راه يدير او لا نحضي هذيك فلانه واسمه غادي تدير حتى اتاكد ما اذا كانت صادقه في استقامتها. شكون انت وشكون انت؟ هل ارسلك الله تعالى من اجل تتبع عورات الناس؟ من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته حتى يفضح ولو في عقر داره. حرام هذا الامر، هذا الامر حرام. ما تقوليش راني نجرب، اش راك تجرب؟ جرب معايا تبعني انا، تبعني انا اخوك ودير عليا كذا وتبعني بالواتساب وكذا. واش هاد الشيء هذا؟ واش ما عندك خدمه انت؟ ما تمشيش تخدم انت يا ما عندك الوقت باش تطلع فيه سيدي ربي. سعداتكم عندكم الوقت، سعداتكم عندكم الوقت اللي كتضيعوه تمشي تجلس اليوم تبقى حاضي. هذا فين طالع؟ هذا فين هاود؟ هذا فين مشى؟ وعلاش مشى اليوم؟ طالع بلا ما يبقى لك حل الوقت انت ان شاء الله تبارك وتعالى. سيدي ربي كيقول في القران، في القران ذوك الناس اللي يدخلوا للنار الله يحفظه ويستر. سيدي ربي اش كيقول في القران؟ يقول لا حول ولا قوه الا بالله، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. علاش؟ إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، زين، فاتخذتموهم سخرية حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. أنت كنت لهي الغيم على الآخرين، تسخرون من الآخرين، تتتبعون عورات الآخرين. ليش جبت هذا الدين؟ ليش جبت هذا الدين؟ كما قال لي قبلت واحد قال لي في السؤال، قال لي أضرك أنا يا أنا راني كنتبع واحد، نتبع واحد زعما باش نشوف واش عندك الوقت تتبع أنت هذا الواحد؟ حرام عليك تتبع الواحد، راك تجسس ولا تجسسوا، جسس على المسلم. سيدنا عمر كيقولوا في ليلة من الليالي داهم بيتا على جانب المدينة فيه رجال يجتمعون في الليل ليسكروا، فتسور الحائط ففاجأهم قال قبضت لكم، ايه يا العفارد حسبتكم ما راكم سالكين؟ قالوا له يا امير المؤمنين ان كنا قد اخطأنا مره فقد اخطأت ثلاثه. هذو السكيريه الفقهاء، السكيريه الفقهيين. قالوا شنو تقولوا؟ سيدنا عمر كيقولوا انا غلطت. قالوا اما الاولى فان الله تعالى يقول في كتابه لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا، أين الاستئناس والاستئذان والسلام؟ ثالثا، الثانية كيقول ربي وآتوا البيوت من أبوابها وأنت تسورت الحائط، طلعت الحائط ونقز. والرابعة ربي والثالثة ربي يقول ولا تجسسوا وأنت تجسس. قال لهم صدق الله العظيم. اسم هذا الفقهاء السكيري. تفهموا؟ أنا يا ما نعاودش لهذو ثلاثة راني توت، توبوا أنتوما. قال له والله لا تبنى. قال لهم هذه بيتك وخرج. ما تجسس، إذا تجسست عن زوجتك أفسدتها، وإذا تجسست الزوجة على زوجها أفسدته. واش عباد الله منين تجي داخلة للدار تشملوا هكذا المرأة تشملوا تعشي الريحة فين درتها؟ وهذه الشعرة هذه طويلة، هذه حمراء، عمرتك زرقاء عند الباب الكوميسارية. شو الغريب هذا؟ وراني البورتاب، جيب لي البورتاب نشوف. ولا ريحة البورتاب بابا. يقول لها انا نعرف شي واحدين يظلوا يدقين غالة ذاك اللي يحلوا كيقولوا ذاك الكور يرحم الله يعطيك النصح الكور الله يرحم والدي كيدور على الكور وما يعطيلهاش كل مرة يبدل وهي كل مرة تبدل مدسين على بعضهم بعض الكور ومنين تجي له شي تليفون ولا ويكونوا كاع مجموعين تقول له نشوف يطفيها يطفيها. زعما تكلم زعما ما كاين والو خليه يتكلم. الله يرحمك والدي ما تجسسوش، الا تجسست واسمه ستعين اخاك على المعصيه. ما تجسسوش على بعضكم بعض، فانه ان انعدمت الثقه فقد خربت البيوت. اذا انعدمت الثقه فقد خربت البيوت،
خصك تثقين في زوجك والزوج واسأل اسأل هاد الناس اللي ماتوا كي كانوا دايرهم على الأزواج تاعهم، والله العظيم لا تستطيع معرفة أي شيء. لذلك الانسجام العظيم الذي كان بين ذلك الجيل رجاله ونسائه لله ضرهم، غير هذه إن شاء الله يدخلوا بها الجنة. كي كانت المرأة دير راجلها، كي كان الراجل يقدر مرته ما ساعة اليوم يا رب يا رب يا يزوجوا أو تطلقوا فاش جوية يعني قبل ما يزوجوا علاش. ولذلك هذا السيد اللي كيقول لي واش نجسس واش نتبع، أنا غير بغيت نعرف اسمه راه يدير واش انت سيدي ربي دارك تحاسبو اش راك تقيل اش راك دير منين جبتو هذا الدين هذا. اذا فعلى الانسان ان يحرص على ان يترك التجسس. يا ابا ذر خفف الحمل فان العقبه كؤود، هذا تجسس عليه، هذا تسيء الظن به، هذا تغتابه، هذا النميمه، هذا ولا يتعقوا، هذا تقاطعوا، هذا تحسدوا. سيد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا تحاسدوا، لا تناجشوا، لا تدابروا، لا يبيع بعضكم على بيع بعض، المسلم اخو المسلم، لا يظلمه، لا يحقره، لا يكذبه، لا يسلمه، بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والاخيره في الوصيه قال له واخلص العمل فان الناقد بصير. في سفرك الى الله هذاك العمل اللي كديرو ديرو لله، فان الله اقتضت حكمته ان لا يقبل من العمل الا ما كان لله خالصا. فان التفت قلبه الى غيره واراد غير وجهه حتى ولو كان العمل عظيما فان الله غني عن الشركاء وغني على ان يشرك معه في اي عمل. فالله تعالى يريد منك أن تكون مخلصا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والإخلاص هذا هو سر من أسرار الله، استودعها قلب عبده من يحب، لا يطلع عليها ملك مقرب فيكتبه ولا يطلع عليها شيطان مضل فيفسده، فهو سر بين العبد وبين ربه. وإخلاص العمل مع قليله، شوف الإخلاص مع قليل العمل خير من كثير العمل الصالح وقلة الإخلاص. لك الإخلاص وخل عمل قليل الله تعالى يعظمه، لأن كل وجه الله. نختم لكم بهذه إن شاء الله تعالى، أن الله تعالى قال له إبراهيم ربي قد بلغني أن كفة الميزان التي توزن في الأعمال يوم القيامة عرضها السماوات والأرض، فكيف لعبد يعيش فترة قصيرة يملأها كين دن ملأها. فأوحى الله إليه أن يا خليلي أنا أتكفل ملأها لعبدي يتصدق بشق طمرة يريد بها وجهي. شق طمرة بغيت بها وجه الله، يعمرك الله بها كفة الحسنات. باش القضية قضية بزاف، باش القضية سبقت درهم الألف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالعمل كلما كان خالصا لوجهه كلما نماه الله حتى تلقى الله تعالى، وقد جعله الله مثل الجبال حسنات، وهو عمل صغير جدا لكن كان يراد به وجه الله تعالى سبحانه وتعالى. هذه إن شاء الله بعض هذه الوصايا للنبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين عبر أبي ذر لمن أراد أن يخرج من بحر الشهوات في سفره إلى الله ناجيا. احكم السفينة، شوف إيمانك وعملك الصالح، اقبض في مزيان راه هو اللي يسلك عند الفتنة. راه كاين اللي غير الله يحفظه ويستر إن شاء الله تعالى يموت له ولده ولا اسمه يبقى يقول لك الكلام اللي فيه الكفر، وأنا ما اسمه درت وأنا واش غير أنا حاومشي حاومشي الإيمان قليل. ثم بعد ذلك أكثر الزاد فإن السفر طويل، كثر حسنات لأن أنت ما عارفش واش الحسنات هذه مقبولة ولا مش مقبولة، ولكن مقبولة أنت عارف شحال عندك الدعاء الحقوق نتاع الناس اللي كيتؤديها. الثالثة خفف الحملة فإن العقبة كؤود، والرابعة خلص العمل. اسمه هي المهمة قاع الوصية أنا في هذه الربعة، واسمه هي واسمه هي الإسلام. راحنا مسلمين ونطلب الله يقوي إيماننا، العمل الصالح وكثر من الزاد الانسان يدير على شكر، ولكن المهمه واسمه ما تاذيوش عباد الله.
ما تأذيوش عباد الله، ما تظلموش عباد الله، ما تاكلوش أموال عباد الله، ما تعتمدوش على الأعراض تاع عباد الله، ما تكذبوش على عباد الله، ما تخونوش عباد الله. قد قال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وتأتي الرابعة وهي: لابد من الإخلاص، وأنت تعمل العمل لابد أن تريد به وجه الله تعالى، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. استسمحكم على هذه الإطالة، ونسأل الله أخونا الحاج أن يبلغه هذا العمل في أطباق من نور، هذا القرآن وهذا العمل وهذا كل شيء. يا رب اكتبوا له هذه الليلة يا رب، يا رب لا عندنا شيء دعوة عندك يا رب، قد حل ضيفا عندك، ولو حل ضيفا عندنا ونحن الفقراء لا كرمناه، فكيف وقد حل ضيفا عندك؟ وحق على المضيف أن يكرم ضيفه، فكيف إذا كان المضيف هو رب الأرباب ومنزل الكتاب ومالك السماوات والأرض؟ اللهم إن استودعناه رحمتك فأنت خير من يحفظ الوديعة. وصلى الله على حبيبنا محمد، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلم الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حق حمده، وما كل نعمة إلا من عندي. الصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ولك الثناء كله، وإليك يرجع الأمر كله، على نيته وسره، ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا أهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، وأنت على كل شيء قدير، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ومصطفاك محمد صلى الله عليه وسلم، عدد ما في علم الله ودوام ملك الله، وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين إلى يوم الدين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم أكرمنا يا مولانا بأعظم كرامات الدنيا والآخرة، لذة النظر إلى وجهك الكريم، الشوق إلى لقائك، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، اللهم زيننا بزينة القرآن، اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك ذكارين، لك شاكرين، لك طائعين، لك مطواعين، لك أوابين. اجعلنا يا مولانا من أحسن الناس خلقا، أوطأهم كنفا، اللهم اجعلنا من الأتقياء الأخفياء، الذين إذا حضروا لم يعرفوا، وإذا غابوا لم يفتقدوا، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا تكشف عنا سترك، ولا تأمنا مكرك، ولا تجعلنا من الغافلين. وصالة عن نفسي ونيابة عن طلبة القرآن والحضور الكرام، نعزي إخواننا ونقول لهم: عظم الله أجوركم، لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار، وإنا لله وإنا إليه راجعون. جعلكم الله من الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. اللهم إن أخانا حاج محمد مجاهد قد نزل بك وخلف الدنيا وراء ظهره، افتقر إلى ما عندك من الجود والكرم، وأنت سيدي حي كريم تستحي أن ترد يدي عبادك صفرا. اللهم ثبت عند المسألة منطقا،
اللهم ثبت عند المسألة منطقه بأن الله ربه وأن الإسلام دينه وأن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم لا تبتله في قبره بما لا طاقة له به. اللهم ألحقه بنبينا عليه السلام. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله. اللهم وسع مدخله. اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وقه فتنة القبر وعذاب النار. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحييه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. استعمار الإخوان ديالو في ديار المهجر اللي تعذر عليهم الحضور فهذه الليلة ليلة نتاع الوفاة نتاع الوالد ديالهم. الإخوان والأصهار والأحباب جميعا اللهم ارزقهم الصبر والسلوان. اللهم أبدل محبتهم له صبرا وجعل عاقبة الصبر أجرا. اللهم اجعلهم ممن قال فيهم ربنا عز وجل وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اللهم بارك في صغيرهم ذكرهم وأنثاهم. اللهم يسر أمورهم. اللهم اشرح صدورهم. اختم بالصالحات أعمالهم. ارزقهم الصبر والسلوان على فراق أبيهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. كذلك الوالدة نتاع الإخوان ديالنا اللهم اجدد عليه الرحمات. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها أكرم نزولها. اللهم وسع مدخلها يا أرحم الراحمين. حضور كرم اللهم عشر خطواتنا جميعا. اللهم اجعل مالنا خالصا لوجه الله. اللهم اهدي الضال منا. اللهم عافي المبتلى منا. اللهم اغني الفقير منا. اللهم يسر امورنا اشرح صدورنا واختم بالصالحات اعمالنا. اللي عنده شي واحد من الاموات ديالو اللهم اجدد عليهم الرحمات. الوالدين ديالنا والوالدين ديالكم الاموات اللي جينا من النسل ديالهم المسلمين منهم اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم يا رب اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اكرم نزولهم. اللهم وسع مدخلهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. الاحبه الكرام اللي واقفين مع هاد الناس القليل او بالكثير او بالجهد اسال الله تعالى ان يبارك في الجميع وان ييسر امور الجميع. اللهم بارك فيهم بارك عليهم كلهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اكرم اللهم من اكرمنا اطعم من اطعمنا اسقي من سقانا اوي اليك من اوانا. الناس اللهم اجمع لهم خيري الدنيا والاخره. اللهم يسر امورهم في الدنيا والاخره اشرح صدورهم اختم الصالحات اعمالهم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم ولا حول ولا قوه الا بالله. وصل اللهم وسلم وبارك على حبيبك مصطفاك محمد صلى الله عليه وسلم سر وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبي أمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.